الصخر المسماري، ونحيي المشاهدين. لا عبد العاطي العجيبي. نعم المهندس عبد العاطي العجيبي، صحيح، تفضل. طبعا بنحدثكم على محطة سيرة البخارية. محطة سيرة البخارية هي كانها شغالة هي، لكن من مدة 4 شهور صار لها عطل في محول ونقص وقود، فمنذ 4 شهور يعني وهي ما تخدمش باهي. فالمدير التنفيذي للشركة كلفني رئيس لجنة مع مهندسين من محطات الانتاج والجهد الفائق للوقاية، واسبوع اللي فات جينا هنا قيمنا المحطة يعني هل يمكن تشغيلها أو لا. طبعا المحطة تعرضت لبعض العبث، يعني في معدات ما جينانش موجودة وفي معدات متعطلة. الأسبوع اللي فات طبعا درنا تقرير كامل وقدمناه للمدير التنفيذي. المدير التنفيذي يعني ممكن أن نستفيد منها بال 180 ميجا بدل ما هي مثلا قاعدة واقفة. وكما يعرف الجميع أن المحطة البخارية إذا كان وقفت أكثر من 3 شهور يقدر رجعها صعب، لأن معداتها وصمامات وكذا يعني كثيرة واجدة، فلا بد من إحيائها. واللي شجعني بصراحة الطاقم بتاع محطة سرت باهي عاقد العزم أنه يرجعها ويشغلها، لأن كل ما تقعد يعني واقفة كل ما تزيد الأعطال وإمكانية رجوعها صعب. و180 ميجا والقود متوفر. فأنا قاعد متواجد الآن في سرت وماشين يعني تمام، وإن شاء الله في الأيام القريبة بنا تجهيز التحلية وتجهيز الدي سي اس اللي هو غرفة التحكم. وطبعا بعثنا برسالة للمدير التنفيذي بالاحتياجات اللي يجب توفرها، طبعا شاشات الكمبيوتر وشاشات العرض والبطاريات متاع الديزل اللي هو السيف شت داون، ومعدات كثيرة ومعدات مثلا للمشغلين لما يباتوا يعني كإقامة يعني المشغلين بيبدوا فيها 24 ساعة. فنحن لقيناها فاضية يعني، واليوم بالذات يعني جبنا تشاركية تاع نظافة وننظفه كله، والطاقم كله متواجد من الصبح ما يروحوش إلا في الليل يعني يخدموا 24 ساعة. وإن شاء الله يعني قليلة يلونها في الشبكة على الأقل يعني تغطي أحمال سرت وضواحيها 120 ميجا أو 130 تقريبا. طيب نتمنى لكم التوفيق مهندس عبد العاطي العجيبي مساعد المدير التنفيذي لشؤون الإنتاج. أعود إلى ضيفنا في الأسبوع.